صحيح، امبارح كانوا بيلعبوا بخطه لا خطه الحقيقه، يعني حرق الدم كانت على مدار كل يوم من ايام الاسبوع اللي فات يعني. وعلى فكره الحاله دي استمرت مش بس بعد ماتش نيجيريا، حتى في مباراه الامس بالرغم من الفوز كتير جدا مننا عنده تحفظات عديده على الاداء. امبارح كان الوضع ارحم شويه من قبل كده. امبارح كيروش يعني الحمد لله رب العالمين يعني حط كل لاعب الى حد كبير يعني في مركزه الطبيعي، بس كان فعلا الاداء فردي جدا وبلا خطه، يعني ما حدش يقدر يستنتج حتى خطه امبارح كان بيلعبوا بيها كانت خطه ايه. طبعا ده شيء في حد ذاته لا يليق. نهاود بتقول لنا ايه بعد الفوز الصعب؟ احنا بنتكلم على غينيا بيساو مع كل الاحترام والتقدير، لكن طالما احنا وصلنا لمرحله ان فوز صعب على غينيا بيساو، لا ده لا يليق بمنتخب مصر الحقيقه. اللعيبه عارفين ومدركين المفروض قيمه تيشيرت المنتخب منتخبهم، يعني ما يستحقش اللي احنا شفناه عموما طول الفتره اللي فاتت. البطوله دي الى حد كبير يا حضرات في المتناول، يعني عادي جدا ان احنا نوصل فيها للمراحل النهائيه، والمفروض ان عادي جدا ان احنا كمان يعني نفوز بيها. يبقى هدفنا زي ما قال كيروش هو شخصيا ما يبقاش بس هو الوصول للمونديال، اللي يعني غالبا لو وصلنا له بالمنظر ده هنخرج من الادوار الاولى منه. لكن طبعا يعني انت مستنيه ايه تاني اكتر من اللي انت شفتيه طول الفتره اللي فاتت بذمتك؟ لا انا بتفق معاك طبعا، واحنا هنتكلم في التفاصيل دي كلها مع كابتن عادل، بس انا بتفق معاك لان ده مش رايك او رايي، يعني ناس كتير جدا بتتحدث بهذه اللهجة أو اللغة، الناس متخوفة جدا، الناس عندها قلق جدا، الناس اللي كانت بتقول ربما كيروش بيحمل لنا يعني بعض الأمور اللي احنا لسه يمكن مش عارفين نقراها دلوقتي، بقوا رأيهم لا بالعكس احنا واضح ان مفيش خطة أصلا ومفيش أمال كانت موجودة، لا كل الكلام ده طلع يعني مش صحيح. فلا في تخوف شديد جدا، في حزن شديد جدا، في ترقب شديد جدا، فأنا بتفق معاك وكتير من الناس بتتفق معاك. على كل حال بمناسبة الكلام وفكرة الفريق الصعب والسهل، لأن كيروش كان ليه تصريح خاص بالموضوع ده، ويمكن قبل ما اروح للتصريح في تويته كتبها بعد الماتش، هو كان بيقول كده تحديدا: We dedicate this win to our fans. The team rebounded with a great team spirit and courage. Well done, lads. We stand together and united no matter what. هو بيهني يعني بيقول الفوز ده للفانز للجماهير، وان الفريق لعب بروح التيم، يعني كان في روح حلوه عند الفريق، انتعشت الروح يعني روح الفريق موجوده كانت، وgreat spirit وcourage، وبيقول لهم احسنتم لل لاعبين وان هم بيقفوا معا يعني ومتحدون. طيب تعال نروح للتصريحات بقى بمناسبه الفريق السهل والصعب. هو قال كده ورد عليك يمكن سمعك. انا عمال ادور، سرحت مع كلمه جريت سبيريت، عمال ادور عليها ما شفتهاش بالظبط، احط ايدي بس على السبيريت. بص بقى، أمم إفريقيا ما فيهاش منتخب سهل، واللي شايف غير كده مش بيفهم كورة، فأنت مش بتفهم كورة. أكيد أنا بفهم كورة، أنا راجل عجلات. تمام؟ فهو وأكد ده، لا قبل تأكيده ده، هو اتكلم إن هو الفريق واجه سوء حظ كبير أمام غينيا بيساو، وقال زي ما إحنا كنا بنقول في التويتة يعني بنهدي الفوز للجماهير المصرية، وردا على السؤال هل مباراة غينيا بيساو بتثبت إن ما فيش مباراة سهلة، هو قال كده: الناس اللي ما بتفهمش في كرة القدم تفتكر ان في فرق سهله، لكن في منافسه زي بطوله الامم ما فيش فرق سهله. كويس، بس ممكن يكون في فرق مش في نفس مستواك، فالفرق اللي مش في نفس مستواك ده متوقع ان انت تفوز فيها بشكل اكثر ليونه وسهوله وسرعه في نفس الوقت، ده اللي احنا كنا متوقعينه. ما حدش بيقول ان في ماتش سهل او صعب، ما حدش بيقول ان في فريق يعني ضايع او فريق قوي ومش هنقدر نعديه، لا كل الفرق صعبه، كل الماتشات اكيد مهمه، ولكن برضو في مستويات، هو ده اللي احنا بنتكلم فيه.